الحقيقة كمان أنا بالإضافة للشبراء والناس اللي تعاملت معها أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ابني أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعاملت معه أني ما حسسه أبداً ولا بأي شكل من الأشكال أنه هو فقد شيء من جسده. كان حلمي أنه هو يستمر ويعيش حياته الطبيعية، والحمد لله كان ذلك. يعني لما بلشت معه أنه يروح يتعلم السباحة ويحاول برجل واحدة، حبيت أنه يروح، استعرت سيارة وخليته يسوقها. يعني الحمد لله، يعني حسيت أنه في قبول منه. ابني مثل بقية الشباب يعني، وبتمنى أنه مثل ما يعمل محمد تعمل كل الشباب. سجل، صح انحرم الطب وانحرم الحلم اللي هو بيحلم فيه، ولكن إن شاء الله يعني ممكن في خيارات تانية تناسب وضعه. تعلم كمبيوتر، تعلم لغة، الحمد لله رب العالمين، عاش حياته الطبيعية. وهو كان يحتاجني بكتير أمور، اليوم أنا بحتاجه بكتير أمور الحمد لله رب العالمين. ومثل ما أنا بحب لأبني بحب لكل الشباب. فمن خلال تعاملي مع هدول الأشخاص، كان في أشخاص مميزين يعني، فكنت دائماً أشوف فيهم روح العطاء، كان بيهمهم أنه يمشوا خطوة لقدام. كان في بصراحة كنت دائماً حاكي حالي أنه هاي الناس مثلاً ليش لحتى نتركها مثلاً، أو نحيدها أو ما نهتم فيها. من هون أنه صرت أكثر أنا أسعى بهذا الاتجاه، أنه هذا الشخص اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ما لازم ينترك. فكانت الفكرة أنه نسعى باتجاه هدول الشباب، بس نسعى لها بالطريق الصحيح وبالشكل الصحيح. يعني أنا عندي فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم شهادات من تقريباً الصف التاسع فما فوق، ولكن بسبب الإصابات خلص ما عاد عنده شيء. كمان عندي فئة من التاسع وأدنى، كمان هدول إلهون لازم نتبع معهم أسلوب معين تاني. فإجت فكرة المركز، نحن نعلم لكل المستويات، المهم يكون الطالب الموجود بهذا المركز يكون إدراكه سليم، طبعاً بده يكون عنده إرادة قوية، طبعاً يحتاج لإرادة قوية. وهيك كانت فكرة المحل. طبعاً نحن ما حكينا فيها بشكل موسع، ولكن في إن أخوات سوريات ما شاء الله يعني فوراً مجرد ما عرفوا بالمشروع فكانوا إيجابيين جداً معنا، وأنه خلص نحن بنأسس وبنسعى مع هدول الشباب وعم نحلم معهم لحتى بيوم من الأيام مثل ما كان بدهم يصير، يرجعوا ينخرطوا بالمجتمع، يعيشوا حياتهم الطبيعية، ما يكونوا عالي على أحد، ما يحسوا حالهم أنه هنن بحاجة حدا. يعني بتمنى على الله أنه يصير الشيء اللي نحن حلمنا فيه. طبعا المركز مركز صناع الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تعليمي مهني حرفي، هو عبارة عن مركز إعادة الأمل في العمل وإعادة هؤلاء الشباب المعاقين نتيجة إصابات الحرب إلى الحياة الطبيعية حتى يكونوا عناصر فاعلين في مجتمعاتهم، وهم أشخاص بالأصل أصحاء. وطالما الشخص صحيح الإدراك صحيح الإرادة، لا صعب مع الإرادة، هم أشخاص سويين عقليا، فالعمل على هؤلاء الأشخاص لتعليمهم مهني أو حرفي لإعادة دمجهم في المجتمع حتى يكونوا أشخاص فاعلين ومنتجين لمجتمعهم وعائلاتهم ولأنفسهم. طبعا البرنامج التعليمي هو تقريبا ذو ثلاث أهداف أو ثلاث أجزاء. الجزء الأول تعليمي، تعليم لغات، لغة إنجليزية ولغة تركية. اللغة التركية لضرورتها كوننا نعيش أو نقطن في المجتمع التركي، واللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية واللغة العلمية. طبعاً هاي اللغات ضرورية لبرامج الجزء الثاني اللي هي عبارة عن
برامج تعليم حاسوب ومهارات وتقنيات كافة تقنيات الحاسوب من برامج الإكسل والباوربونت والأوفيس، كافة برامج الأوفيس. في عنا برامج مهنية مثل برامج صيانة الحاسوب وتعليم الحاسوب، صيانة الموبايل وصيانة الحاسوب. طبعا نحن عم نختار لهم برامج تكون برامج يعني غير مجهدة عضليا، تتناسب مع وضعهم الصحي. وفي عنا طبعا كل برنامج لا يوجد فيه جهد عضلي وممكن انه يقوموا فيه، طبعا هي برامج مهنية وحرفية. في عنا مثلا رح ننزل لهم برامج مستقبلا، برامج المحاسبة بكامل فروعها وبرامج التصوير الفوتوغرافي وكامل فنون الطباعة والتصوير التلفزيوني والتسويق الإلكتروني. وفي عندنا قسم حرفي هو قسم الأشغال اليدوية بنسميها مثل الفسيفساء والموزايك والحفر على الخشب. طبعا الغاية من المركز والبرامج اللي بيقدمها المركز هؤلاء الأشخاص تمكينهم علميا ومهنيا ويكونوا على مستوى يكونوا منتجين لأهاليهم. طبعا في بالاستفادة من القوانين الموضوعة والموجودة في كل دول العالم، في هناك قسم من الوظائف والأعمال لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن سنعمل بالتواصل مع الجهات هون، الجهات الموجودة في هاي البيئة، مع الجهات الموجودة ضمن المجتمع من مؤسسات المجتمع المدني الفاعل والجمعيات على تأمين وظائف أو فتح مراكز مهنية. طبعا بمساعدة جهات نحن نقوم على التواصل ما بين هؤلاء الأشخاص والجهات لدعمهم وفتح ورش أو محلات بحيث يكونوا منتجين. Yes. What's your name, please? Yes. Welcome. Okay. Today we start by the first grammar, but of speech, you know, parts of speech, أقسام الكلام. Okay, this is the standard, the first person you can take after the letters. أول حرف، أول درس قواعد يمكن ناخذ بعد الأحرف. هلا بنفتحه. Open your mind. تتعقلنا. One, because make you speak sentences and answer. يعني انا هدفي بجيت لهون على المركز يعني مشان نطور حالنا بالكمبيوتر والحاسوب، اضاف انه نتعلم شو اسمه لغه انجليزيه، يعني نتطور. يعني الواحد لازم يضل عنده امل، عرف كيف؟ اجينا امل بالحياه، يعني الحياه ما انتهت على انه نحن مثلا مقعدين او صار عندنا نقص شيء، لا، يعني املنا انه نتطور، نتعلم لغه مثلا انجليزيه، لغات للمستقبل، يعني مشان كمان الواحد يعني يحس انه حاله انه يعني عضو فعال بالمجتمع، يعني مثلنا مثل اي شخص يعني عادي وطبيعي، عرفت شلون؟ نفس مثلنا مثل الاصحاء، يعني ما بنختلف عنهم اي شيء. فنحن اجينا على المركز هذا يعني وانه مشان نتعلم، يعني في عده مهن، ما بس مثلا كمبيوتر حاسوب، ما بس لغه انجليزيه، في عده مهن ان شاء الله. وانه كمان يعني انه هون الاداره بدها تعلمنا كل شيء يعني ان شاء الله، والله يجزيهم الخير وكثر خيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدفي من الجاي على المعهد انه اتعلم وصير احسن من المعرفة اللي انا بعرفها، وان شاء الله بالمستقبل يعني بالايام الجاي انه يكون في الي وظيفة اقدر عين حالي وعين عائلتي فيها. يعني انا اسمي عبد الجبار اليوسف من ريف حماة الشمالي، تحديدا كفرنبودة. كنت موظف عند النظام سابقا، عندي خدمة 22 سنة، طلبني النظام أمنيا فما قدرت روح بسبب القساوة اللي بيعاملوا بالأمن فيها الناس يعني، فاضطريت أني أطلع لتركيا. تركيا ما لقيت فرصة عمل نهائيا، أنا قاعد 5 سنين بلا عمل. صناع الحياة فتحوا مجال لذوي الاحتياجات الخاصة لحتى يستثمروا مواهبهم وقدراتهم وتطويرها، عسى ولعل نلاقي فرصة عمل تعيننا على قضاء باقي حياتنا. صحيح أنا كبير بالعمر، بس العلم ما بيخبص كبير أو صغير.